هذه الإجراءات باطلة، سنواصل عملنا. مجلس النواب منعقد حسب نص الدستور في حالة انعقاد دائم، في حالة الطوارئ كما أعلن الرئيس أننا في حالة طوارئ، وبالتالي يفرض النتيجة المنطقية لإعلان الرئيس أن البلاد في حالة طوارئ أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم. لا سند لها من القانون، لا سند لها من الدستور، ونحن مستاءون جدا منها لأنها باختصار بكلمة واحدة انقلاب على الدستور، انقلاب على الثورة، انقلاب على الحريات العامة والخاصة في البلاد. مؤسسات تعتبر مؤسسات الدولة التونسية الديمقراطية المنتخبة قائمة، المجلس والحكومة وسائر المؤسسات، ونعتبر أن التأويل الذي قام به الرئيس تأويل خاطئ مصادم للحقيقة، لأنه تأويل يعتمد على بعض أصول الدستور التي تخول في ظروف خاصة للرئيس اتخاذ إجراءات استثنائية. وأنا استشارني الرئيس في اتخاذ إجراءات استثنائية ضمن الدستور، فاعتبرت هذا أمر طبيعي. ولكن نعتبر أن ما حصل حقيقة هو انقلاب على الدستور، لأن الدستور في حالة الطوارئ نفسها يفرض أن يكون المجلس مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة في هذه الحالة. ولذلك الرئيس يعني عمل بمنطق يؤمن ببعض ولا يؤمن ببعض الآخر. نحن نعتقد أنه لا يصح إلا الصحيح، والشعب التونسي قام بثورة ما قامش بانقلاب، وهذه الثورة لها شبابها ولها نساؤها ولها رجالها ومثقفوها، وستدافع عن نفسها. ولذلك نحن ندعو إلى التراجع عن هذه القرارات الخاطئة، لأنها ستدخل الشعب التونسي في ظلمات ولن يستفيد منها الشعب التونسي، وستعود الديمقراطية في تونس. أنا متأكد أن ثورة حصلت في تونس وأنه مش مجرد انقلاب وإنما هي ثورة، وبالتالي سيدافع الشعب عن ثورته.